وكابتن صلاح رجع للتألق مرة تانية. نقول هو كان محسود شوية، كانت العين عليه، الناس كلها كانت مركزة عليه وبتقول كابتن صلاح وعمل وسوى ويحسبوا له فلوس والذي منه، راحتكم كله عارفينه ومتابعين. فالنهاردة الصحف الإنجليزية احتفلت بتألق الفرعون المصري محمد صلاح ليفربول، وقالوا ان صلاح بدا يرجع لمستواه تاني وقدر ان هو يقود هذا الفريق للفوز بسهوله بفضل يعني بسم الله ما شاء الله، برضو ما هو الكلام ده اللي بيحسن سرعته ودقه تمريراته ولياقته البدنيه اللي بدا يستعيدها بشكل كبير ويرجع تاني لطبيعته. وفي اشادات طبعا مهمه، وقالوا كده عوده الابتسامه، ده كان العنوان يعني انه صلاح لما رجع كده مره تانية لهذا المستوى فالابتسامه رجعت على وجوه الجميع، على مشجعي ليفربول وكل محبي كابتن محمد صلاح على مستوى العالم الحقيقه. فما شاء الله يعني يفضل على تراك باذن الله ومن تقدم لتقدم ويكفيه بقى شر اي حاجه.